عارف نفسك بقى الليلة النهارده شعورك النهارده وبادئ يعني باللابتوب وبتسرق كده يعني ايه يا عم ايه الموضوع بتستعجل قوي يعني. طيب هو تمام هو الليلة النهارده كان اجواء بالظبط 25 يناير او 28 يناير بتتكرر تاني. احنا بنتكلم على ما يقلش عن 10,000 واحد في الميدان. اول مره يبيت العدد دوت من ساعه ما مبارك تنحى. اول مره الكلام ده بقى وسرقت انا مني السبق. السبق خلاص انت علي انت بتعمل سبق بالفيديو فبتختلف عن فاحنا بنتكلم على ان شاء الله مليونيه بكره ان شاء الله اقل تقدير. بدأت من دلوقتي فعلا كتير. انت بتتكلم العدد كام؟ العدد ما يقلش عن من 10,000 ل 15,000 واحد. فانت بتتكلم في عدد عبقري. لا عدد كويس. عندك الاخوان اقل حاجه 2000 عندك موجودين في مكان محصورين. عندك هنا في 10,000 واحد ما يقلش عن 10,000 واحد موجودين. فانت بتتكلم على ان القوه حتى موجوده بتقولها. فبكره ان شاء الله هتبقى مليونيه ان شاء الله رب العالمين. اديني اي حاجه كتير قبل ما يرفعها ما يرفعهاش. الجمعه دي حاسس انها مختلفه في المليونيه دي غير اي مليونيه قبل كده. في توافق كبير جدا بين القوى السياسيه في البلد وفي حاسس ان في ناس عايزه تغيير فعلا. وان شاء الله بكره يبقى يوم كويس وما يحصلش مشاكل ونوصل رساله بمنتهى الديمقراطيه وبمنتهى الذوق للمجلس العسكري وبنقول له الشعب يريد حكومه مدنيه. لا اقول اي حاجه ما ينفعش اقعد جنب اللابتوب وما تقولش ماشي بيه حتى دور عليك.